مرحبا واهلا وسهلا فيكم والسلام للجميع. في هاي الحلقة بدنا نحكي عن بداية للسلسلة راح اشجعكم انكم تتابعوها ان شاء الله. راح تنزل في شهر ابريل 2020. ليش ابريل؟ لانه في شغلات كتير محضرين لكم اياها من هون لابريل، فحيكون في عندنا كتير فيديوهات راح تنزل من هون لابريل، بس ان شاء الله منزلينها في بداية ابريل. هذه الفيديوهات كلها راح تتكلم عن المهاجر الجديد الى كندا، ايش بده يسوي من الاي الى الياء، او من اي تو زد، من الالف الى الياء. هذه الفيديوهات راح تكون فيديوهات كتير كتير مهمة، راح تبدأ معك من خطوة بخطوة شو تسوي في كندا لما تدخل، وشو لازم الأوراق اللي تجيبها معك. كل الأمور هاي تابعوها في بداية إبريل إن شاء الله، ونراكم في هذه الحلقة. هاي راح تكون البداية اللي هي مهمة جدا، اللي هي مقارنة الأسعار في كندا بين المدن عشان تعرف وين تروح وتعمل قرارك الصحيح. نراكم بعد الفاصل. هذا الفيديو برعاية مكتب عمرو لخدمات الهجرة. مكتب عمرو لخدمات الهجرة مرخص من قبل الحكومة الكندية، ومختصون بجميع قضايا الهجرة والزيارات إلى كندا. طبعا في هاي الحلقة اللي راح تكون مقدمة لحلقات كثيرة راح تنشر ان شاء الله في شهر ابريل 2020، عم بنحضر لها حوالي 15 حلقة، فانتظرونا. هاي الحلقة يمكن سؤال اكثر الناس اللي بدهم يهاجروا على كندا بيسألوه، اللي هو شو هي الاسعار اللي احنا بندفعها في كندا. وهذا سؤال مهم جدا، لانه الشخص اللي بده يهاجر بده يعرف يروح على اي مدينة. في فرق كبير بين المدن بالأسعار، خاصة الـ real estate أو العقار. فهذا ببين لك، هذا اسم الموقع نيمبيو، بتقدر تحطه number BO اللي هو اختصار إلها. بتقدر تحط الكوست اوف ليفينج في أي مدينة في العالم، بعطيك معلومات كتير مهمة. احنا عم نحكي هون عن مدينة أوتوا، هون بتقدر تكتب مثلا تورونتو كندا، اوكي، تأكد انها بكندا. راح يعطيك حتى ممكن شايف cost living compare between مدينتين، يعني بتقدر تشوف الفرق بين المدينتين. زي ما انتم ملاحظين هون مثلا الاكل ارخص في اوتوا 16 دولار average، ب20 في تورونتو. هون الفرق السعر، مثلا هون أوتوا أرخص في شغلة ثانية، مكميل ماكدونالدز، مع أنه مفروض يكون نفس السعر. المهم هذه بشكل عام، الكابتشينو أرخص بشوية عندنا، تبعون تورونتو تفضلوا يشربوا عندنا كابتشينو. بشكل عام يعني هون بعطيك الأسعار اللي موجودة في الماركت. زي ما أنتم ملاحظين أنه أوتوا أرخص بكتير شغلات. هون الشغلة في one way ticket local transit أغلى ب7%، عندنا حتى هلأ عم بغلوها. طبعا كل هذا بالدولار الكندي. المونثلي باس في تورونتو 151، عندنا 116، يمكن لأنه عندهم أكتر برضو الترانزيت. بدي أحكي لكم يعني هون على الترانسبورتيشن، هون على الأوتوليتيز اللي هي الشغلات اللي بندفعها إحنا، الكهرباء والمي. هم تقريبا بدفعوا اقل منا ب8% عن الكهرباء والمي والووتر. طيب شو في كمان شغلات هون؟ السبورتس، الرياضة، التشايلد كير، الاواعي، الملابس، في الرنت. هذا اهم شغلة. زي ما انتم ملاحظين الابارتمنت من 1 بيدرومز في تورونتو حوالي 2150 دولار، عندنا 1370 دولار. الشقة اللي غرفة واحدة في السيتي سنتر، الشقة الثلاث غرف نحكي خارج السيتي سنتر 2540 دولار، في تورونتو عندنا 1752 دولار، يعني أرخص. هلا نحكي عن البيوت، السالاريز طبعا مفروض انها تكون
والله عندنا أعلى كمان. أوكي. المورجج انترست ريت عندنا أعلى، فهذا يعني بالنسبة يعتبر أسهل. فإذا بدكم تشوفوا هذا المكان بدكم تنتبهوا على الشغلات هاي، هذا البلس وهذا الماينوس، هذا معناها أغلى بال3% في أوتوا وهون أرخص. فهذا الموقع بعطيك كتير معلومات، ممكن تدخل على شغلة سبيسيفيك تدخل عليها، مثلا أنا بدي الترافيك يبعت لي إياه، بدك تعمل ريجستريشن، شغلات كتير بتقدر تقارن بين مدينة ومدينة. الموقع رائع جدا لأي واحد بده يجي بده يعرف معلومات. هون بعطيك بشكل عام الكوست اوف ليفينج، الاندكس تبعه، مثلا عندنا في تورونتو مقارنة بأوتوا، أوتوا أرخص كتير شكلها. هون بعطيك المدن اللي قريبة من تورونتو والمدن القريبة من جاتينو، من أوتوا سوري، وعشان يعطيك إذا بدك معلومات أكثر عنهم، فبتقدر برضو أنت تروح مثلا تقارن بين جاتينو وأوتوا، لأنه هذا برضو مدينتين يعني بجنب بعض، ف راح تشوف انه جاتينو ارخص من اوتاوا بشغلات كتير. شايفين جاتينو هون مثلا، نحكي عن الحليب، الحليب اغلى في جاتينو منه في اوتاوا، مع انه هون حاطين نفس السعر، مش عارف ليش، بس هو اغلى فعليا. طيب بدنا نحكي مثلا هاي البيض برضو أغلى في جاتينو، لكن السكن راح أورجيكم السكن، الرنت راح تلاحظوا إنه الرنت بيفرق كتير بين جاتينو وأتوا. هذه المعلومات اللي حبيت أشارككم فيها، تابعونا في بداية أبريل، 1 أبريل مش كذبة نيسان، راح ينزل فعلا أول فيديو للقادمين الجدد في كندا، راح تكون سلسلة من ألف إلى الياء بكل شيء تريد أن تفعله في كندا. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل